كانوا مشغلين أغنيته ومندمجين فيها، وفجأة لقوه جنبهم بعربيته. مش هتصدق اللي عمله تامر حسني مع مجموعة من الشباب كانوا بيسمعوا واحدة من أغانيه. أول ما شافهم قرر يشاركهم ويغني معاهم. يا ترى إيه الحكاية؟ مقطع فيديو نشرته واحدة من الصفحات الخاصة بجمهور تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لموقف اتعرض ليه تامر حسني في الشارع. تامر كان في طريقه لوحدة من حفلاته، وهو ماشي كان جنبه عربية سمعوا مشغلين أغنيته. قرر تامر يفاجئهم ويعرفهم إنه جنبهم، وقرب منهم بالعربية وبدأ يغني معاهم. الشباب اللي كانت جنب تامر ما كانوش متخيلين اللي هيحصل، كانت مفاجأة العمر بالنسبة لهم. وأول ما شافوا تامر بدأوا يغنوا بصوت عالي وهو يشاور لهم ويشاركهم اللحظات دي. مش بس كده، لكن كمان هدى من سرعة العربية علشان يفضل ماشي جنبهم. بحسب المجموعة اللي كانت في العربية فهو ما كانش شايفهم ولا متخيل اللي حصل، وهم كمان ما كانوش متخيلين الصدفة هتوصل بيهم لكده أو إنهم يشوفوا تامر في الوقت ده. كنا ماشيين عادي بالعربية ومشغلين الأغاني معنا، وإحنا أصلا من محبين تامر، يعني مفيش أي مشوار بنروحه بالعربية غير ما نشغل الأغاني بتاعته ونفضل نرددها سوا. في اليوم ده كنا راجعين على البيت وواحد مننا قرر يشغل أغنية تامر، وفعلا ما حدش فينا كان متخيل إننا ممكن نشوف تامر أو إن القدر هيلعب لعبته. والوقت اللي هنكون فيه بنغني الأغنية هنلاقي تامر جنبنا، وفعلا لما بدأنا نغني واحد مننا شاف تامر في العربية جنبنا وقال لنا تامر حسنه. إحنا كنا مصدومين، فضلنا في الأول باصين للعربية مش عارفين فعلا اللي حصل ده حقيقة ولا لأ، لحد ما تامر قرر إنه يشاركنا الأغنية اللي مشغلينها وفضل يغني معنا ومشي جنبنا وهدى من سرعة العربية علشان يفضل جنبنا ويغني معنا لحد ما سلم علينا ومشي. واليوم ده فضل محفور في ذهننا، وقررنا نصوره ونوثق اللي حصل مع نجم الجيل معنا. وده مش غريب عن تامر اللي دايما معروف بإنه قريب مننا كلنا. تامر حسني معروف بجماهيريته الكبيرة واللي سبب حالة كبيرة من القلق بين جمهوره في الفترة اللي فاتت بعد ما كشف عن إصابته بالاكتئاب. ونشر تامر فيديو ليه على حسابه وقال صباح الخير، معلش هو موضوع بره الاحداث اللي بنعيشها شويه، بس مرتبط ارتباط نفسي. الفتره دي زادت الشكوى عند الناس كتير بسبب الاكتئاب والحزن من الاحداث الحاليه او غيرها، والحقيقه ان واحد منهم الاكتئاب ده ممكن يبقى سبب في حاجه اسمها طنين الاذن، وممكن تيجي برضو من حاجات تانية. والتعب ده هو ان الشخص فجاه يسمع صفاره او ما يشبه في اذنه طول الوقت ومش بتروح ابدا وملهاش علاج، وناس بقالها سنين كتيره بتعاني منه وعايشين بيها. كمان مصور تامر كشف مفاجاه عن مرضه وقال في اول ظهور لتامر بعد الحاله اللي مر بيها اول فرح لتامر بعد فتره اكتئاب طويله، بس للاسف هو لسه تعبان نفسيا. حتى لو في الصور بيضحك والناس ملهاش ذنب، بس مجرد ما ركب العربيه زعلت قوي عليه، بس كنت وحشنا يا تيمو، شده وتزول يا حبيبي، يا ما عديت بالاصعب ربنا معاك يا حبيبي.